الفنان علي طه قبل 4 شهداء قدم 4 شهداء في الثورة السورية، كان عنده 5 شباب فقد 4 وظل عنده شاب واحد. علي طه يعاني منذ الولادة من ضعف السمع والنطق، هي إعاقة عنده من وقت الولادة. كان يشتغل مع والده صالح الطاها وتعلم مهنة ترميم الآثار، معظم الآثار الأثرية الموجودة بمدينة المعالم هو اللي كان يرممها هو ووالده. بعد انتقل لفترة العمل الخاص بعد ما ترك الوظيفة بمجال الآثار، انتقل لأعمال الخاصة هو فيها. يعني صمم مجسم مثل المجسم هذا بمدينة تدمر، ضل أكل معه وقت تقريبا حوالي 11 سنة وهو يشتغل بالمجسم، مجسم كامل بيشمل جميع المعالم الأثرية في مدينة تدمر. بس سبحان الله على أثر الأحداث وقيام الثورة ودخول داعش، الحلم اللي كان يعني يشتغل عليه دمر نهائيا، دمر طريق القصف وداعش دمر هذا الحلم كله. بعد النزوح على مدينة تدمر يعني حاول بمجهود فردي هو منه مع تشجيع من بعض الأصدقاء هون موجودين من أهل تدمر إله بالعمل مجسم. قام بأول خطوة هو عمل قوس النصر، مجسم صغير لمدينة تدمر هو عبارة عن قوس النصر. لما شاف إنه الانطباقة هيك بلشت فكر بعمل المجسم كامل، وحاليا هذا المجسم مثل ما احنا شايفين أكل معه تقريبا 8 شهور ل10 شهور عمل متواصل ليل نهار يشتغل فيه. هلا في عنده صعوبات واجهته كثير بالنسبه للعمل، اول شيء تامين المواد الاساسيه، ثاني شيء تامين العده اللي بيشتغل فيها، يعني عنده كانت هو اخترع العده، عده من لا شيء اخترع عده واشتغل فيها، يعني عانى صعوبات كبيره كبيره حتى قدر يعمل هذا المجسم. هلا في عنده تكمله بس مو قدران يكفي، عنده بقايا لسه، في عنده شي 10 قطع عنده بالبيت عم يشتغل عليه بس مو قدران يكفي العمل من ضعف المادي.